في حضرة مساء يوم الجمعة، لأنه لما الأسرة فيها مشاعر كثيرة حلوة، وفيها حنان وتحنان ولمة وشوق للمسافرين وللغايبين ومحبة بين الناس، وإحنا دائما بنكون سعيدين زي ما بنقول دائما نكون جزء من لمة يوم الجمعة ومن أسرة يوم الجمعة في كل البيوت السودانية اللي بتتابع قناة البلد في كل مكان من ربوع سوداننا ووطننا الحبيب. نجو، إحنا عودنا الناس على الشعر، وعودنا الناس على الكلمة الحلوة، وعودنا الناس عليه شعراءنا المبدعين، انه دائما لازم يكونوا موجودين معنا في مساء يوم الجمعه. نعم، واهم حاجه طبعا واهم فقره، وانت عارف انه انا برتاح يعني راحه نفسيه للفقرات اللي بتكون جميله، بيكون فيها اصوات جميله وبيكون فيها كلمات جميله ومختلفه ومتفرده. فالفقرات اللي بيكون فيها زي ما قال محمد في البدايه احاسيس ومشاعر، دي يعني فقره بتكون انا بكون قاعده بس منتظره يوم الجمعه للفقره بتاعت الشعر يا محمد. نعم. انا ما اعرف، انا ما حاعلق كثير لانه محمد ده بيمسك لي اي حاجه وبيزلني فيها على الهواء. لا انا محترم ومهذب جدا وساكت يعني. حخليك تاخذ راحتك لغايه باقي اليوم. فنحن سعيدين جدا انه من خلال المساحه دي تكون معنا الشاعره امتسال عبد الله حسين. مرحب بك وحبابك بيناتنا في البلد. اهلا بكم كثير، ومساء الخير عليكم ومساء الخير على المشاهدين، وسعيده جدا اكون معكم ان شاء الله نقدر نقدم حياه طرد ازواج المستمع. اهلا بكم كتير. اكيد سعيدين جدا بوجودك معنا استاذه امتسال. ودائما الشعب السوداني بطبيعته بحب الشعر، لانه شعب حساس، شعب رقيق، المشاعر عندنا والعاطفه دائما بتغلب. امتسال الشعر اكتشفت هذه الموهبه فيها متين، وكيف جاتها الشجاعه انها بعد كده تبدا وتطلع قصايد للناس؟ هي طبعا الشعر لو جينا نعرف هو هبة ربانية، يعني ما بإيدك تكون شاعر، أو هي ما مهنة تمتهني يعني عشان أنت تقول شاعر أو ما تكون يعني. فالشعر بفرض حضوره عليك، ويمكن كتاباتي كانت من الأساس، كان المحرك الأول وفاة الوالد، كتبت كثير وانت لصيغة بيه، وبعدين رحيله كان في له أثر علي، فكتبت كثير في وفاة الوالد. ومن هناك بدأت الكتابات تجي، وانت صغير طبعا بتكون الكتابات موجودة، لكن انت ما قادر تميز شعر ده شنو، مر شعر مفرط حضوره عليك يعني. أيوة. فكانت الكتابات فيه وحبيسة الدفاتر فترة زمنية طويلة، يمكن لحد ما تخرجت يعني الناس اللي معاي تفاجئوا بعد ذاك لما شافوني برا انا شاعر يعني. فبكتب الشعر بفرض حضوره، وبكتب كتابات حبيسة الدفاتر، ظلت زمن طويل حبيسة الدفاتر. بعد ذاك أنا درست في كلية النصر التغنية، كان درسني الصحفي الفاتح يوسف جبرة، ومن هنا بعث لي التحايا لأسرته. فكنا يعني بفكرة إنه هو قاعد صحفي وبيكتب وكده وبيفهم في الحاجات دي، فقمت يعني قعدت معه إنه شوف أنا قاعدة أكتب، عندي حاجات كثيرة مكتوبة وكده. فكان شجعني وعملنا الديوان الأول وطبعناه وادينا المصنفات وحفظناه، ورانا يعني المفروض تعمل شنو وأطلع المنتديات، ومن هنا جات يعني الانطلاقة يعني. جميل. محمد بدأ معك بداية حلوة جدا ورجع لك للزمن الجميل والبدايات، لكن أنا زي ما ذكرت في بداية الفقرة أنه أنا بحب دائما فقرة الشعر، فأكيد بكون منتظر أنه أنا أسمع طوالي. فرأيك شنو يا محمد نحن نسمع؟ أكيد كتير لها من الغزل. أيوة. والجروح وقطع الشرايين والحاجات الزي ما أولا ما تسمعي كلام محمد كثير. فنحن البنات بحبوا الحاجات. أيوة. ما أعرف ليه. نسمع غزل ونسمع جروح. والله يا اخي احسن نبدا بالغزل، ما داعي للجروح من البدايه. الشباب بيقولوا لانه الغزل نهايته بتكون جروح. نعم، ما صوب نبدا غزل بنتهي جروح. بنتهي جروح. ايوه نبدا بالغزل. نبدأ بالغزل. فخلينا نقول مدفوقه وعارفه المدفوقه في الريد والحين مازن تتلم، مهمومه وهم لزول مهموم شال عني الهم، مليانه محنه وريد وحنان وفراغ جواي ممتد وعريض يا دوب انتم، مليانة بطيب وانا عندي حبيب بتقري فيه وبالكيف والكم، زول فرغ كل اللي كان جواي وتست في وملاني براي، ويقنت قبيل وقت شيحت قلبي ممات ما كان ميت لكن فوق راي، والريد ما داير ليه واسباب بتغلغل فيك من دون سبة، ولو قست اسبابه بتلقاه ساي، زول ليك براك اياه وطنك ايضا منفاك، متيقن إنك متوحد جواد جواو مقطوع الشك ما بيقبلك، زول ليك براك ما بيقبل قسم على اثنين، هو معاك وعليه مكتوب حكرا زاد ليك البال على هذا الطين، كيف يقبل قسم على اثنين، زول حقي وبس جوايا ومن جوايا بغير ذا ساوي بس، متسوس محسوس شيطاني وجايب لي المس، متجزر جوايا وساكن بينبو جواي كل ما ينقف، هو تمامت كيف زول باقي شتاي والتين الصيف،
زول ما بديك حيث يعني تنساوه، تتذكروا كيف غرقانه معاه لاخر حد غرقني وقام اهداني الجيف، خوفني وخاف من خوفي عليه وخاف اني اعيش فيه متخوف، ما عارف قلبي معاه درويش لحلقات تكون متصوف، كل ما يغرق بينادي مدد يصبح متهالك ومتجوف، خواف قلبي ومن خوفي عليه بقدر اصونه، منقوصه وما بنتم دونه، شتفني حنان وانا بقدر اسكت معونه، فيه سحر غريب رغم انك حر لكن هو اسف مجنونه، مضمونك تشبه مضمونه، تتمركز فيه بتلف وبتجيه، بعدك عنه ما زين يفيدك، كنتين تنهيه وبيقدر عيدك، زول في دريدك، فرحك وعيدك، سندك وسيدك، دايرة أقول لك ما تجين تلم مثل إيدك. يا سلام عليك. يا سلام عليك وعلى كلماتك الجميلة، هو فعلا غزل بدائي جميل وإن شاء الله يا رب ما ينتهي ويروح يستمر. جميل، من خلال كلماتك باين أنه الكلمات جميلة، ونحن دائما بنقول أنه البيت أو المرأة بتكون صادقة جدا في مشاعرها أكثر من الرجال، رأيك شنو؟ طبعا دي حياة طبيعية. المرأة هي دخلت أنا في كم ما شاء الله طلعني منها. تفضل تفضل تفضل. هي المرأة بطبيعتها احنا نكون صادقين، يعني المرأة بطبيعتها عاطفتها أكثر من الرجل، صحيح، فدي شيء طبيعي إنها تكون هي أصدق كتاباتها، وبعدين يعني أعمق دائما في حاجاتها، ما سطحية في مفرداتها، وفي لما تحس الحياة بتحسها بصدق كامل، يعني ما قاعد تصل حاجات سطحية، فدي هي يعني دي السؤال حاجة طبيعية بتاعتنا، والله احنا برضو حساسين وصادقين وكويسين وامورنا طيبة، لكن هم ما عارف مشكلتهم شنو معنا. طيب محمد ما تتحسس، نحن هسه نحن بنتكلم لا ما لازم ندافعين ما بين قوسين، لا انت خلي النصيحة دي لما تتقال يا جماعة انا بقدر نصيحة، لا برضو احنا حنعترض دي حقيقة. طيب امتثال القصيدة الأكثر رواجا هي قدرنيتك، يعني هي القصيدة الأكثر رواجا بالنسبة للامتثال، وانت بتكتبيها او انت بتلقيها تطلع للجمهور، كنت نعم. حاسة إنها حتحظى بالرواج ده كله، ولا تفاجأتي بعد ذاك إن هي أخذت المساحات دي كلها؟ قدرنيتك مرات كثيرة في حياتنا بتحصل لك موقف، بيحصل لك موقف رغم إنه هو بكون عنده وقع جواك أو هو حركك تكتب النص وزعلك في لحظته، ولكن بعد ذاك بتحفظ ربنا على الموقف ده، دي أنا عن طريق تجربتي مع الكتابة. فقدرنيتك كان فيها خذلان من في موضوع معين، فاتقلب إنه الحاجات جات في صحي وتكتبت قدرنيتك، كان كتبتها كله زيها وزي أي نص ثاني، لكن بعد ذاك لما طلعت برا لقيت الناس كلها عندها القصة دي هفشة شديد، يعني أي زول طبعا أي زول بيحس الحاجة تجاه حاجاته، يعني نواياه وحياة اللي حصل في حياته، فلقيت رواجي قاعد ألقاه في الجروبات، يمكن في هناي في شكله في زول بصفوا له في حسابات بقدرنيتك حضور يعني. فمشت حنسمع طيب. قدرنيتك طبيضة ليك بتخدر تسوي ده تيبس بحتك، قدرنيتك تكيد للناس تدور الدايرة بيك وتكيد تدور الشينة لغيرك تلاقيك في مسار سيرك، وغيرك يكتب له الخير وربك يريد تترج انت من جواك وتفقد عادة عافيتك، قدرنيتك تجيك الفرحة بمقاسك وطق الطق مفصلة ليك مظبوطة، تقاسيم الرزق بالنية زمان من بدري مشروطة، تسطر للفرح جواك مواعيده سواد نيتك يجي جوطة، نتاج نيتك مقسمة ليك مسطر وحافظه مخطوطة، قدر ما تنقسم أفراح عليه خلقه ويلاقوا الراح، تصفي النية تقسيم ليك تعكرة وقتي بتجازيك وبتفطك، قدر نيتك الطيب والسرير الصافية ناتجة دي مقسمة خير، والبعمة السمح بيبقاله سيرة جميلة فاتحة خير، ومرات الكعب في الدنيا أقسم لك بكل خير، أبقى الخير جود للغير بتسمع ديمك كتر خير، والنية السليمة لذاتك 2000 مرة أفضل خير، صواب ضريبة تدفعه في العمر كدير، تشيل لك وفي فكر تار غوبا وحزان يبقى عزاك، تلملم في الفرح وتفات تجد أحزان وبتفتك، قدر منك إذا الدنيا ضطك ظهرة أسأل والسبب موجود، زوال النعمة من أزل إما النية ولا جهود، والنية مطيرة عمياء الشقة والهلاك بتبود، والنية تسطر شر سجل الخير بيحسب سيدة زور مضبوط، والنية المرخرخة نية ما بتنجب على البابور، وقالوا النية زاملة سيدة يا تصبي عديلة وبيضاء ولا سوادة ودك لطريق مسدود، شرور وتدوم فرح معدوم بناك مهدوم وحي قيوم تهلك بعد زريتك، قدر لك تبيضة ليك بتخدر تسودها طيبة شبحتك. سلام تسلم.
يا سلام. وفعلا النية زاملة السيدة يعني، فده بجد يعني كتاب ممكن تخلي كثير من الناس تنتبه للحاجة دي، وزي ما يقول انه ربنا بدي كل زول على حسب نيته، على قدر النوايا تكون العطايا. اكيد طبعا. فخلينا نجيك لانه امتثال والشعر ما بين العامية والفصحى في كتاباتك تحديدا. كتبت بالأغلب كتاباتي عامية، وفي البدايات كان في فصحى كتير يعني. لكن لاحظت من خلال يعني المنتديات والحتات اللي أنا بشتغل فيها كتير شعر، العامية أكثر وصول للمتلقي، وأنا دائما على يقين إنه الشاعر لسان حال الناس اللي حواليه يعني. فلما أمشي منتدى مثلا أقرأ زي قدر نتك أو كسور وبواقي أو ما فارقة معي، بتلاقي الناس اللي معاك كلهم مجدودين معاك ومنتفين للكتاب، وهو حاجة واصلهم، بيصلك فكرة إنه هو واصلهم الكتابات دي. فبعد ذلك بقت حسيت بأنه العامية أكثر الرسول وبتلامس الناس وبتحكي الحياة اليومية، فكان دي إنه نحن نحكي واقعنا من خلال حاجاتنا وبمفردتنا وبطبيعة الحاجات. فيمكن أنا موقلة في الكتابة بالعامية أكثر من الفصحى، وكتبت فصحى لكن ما كثير يعني. الإلهام، الحالة المزاجية، النص بداهمك مرات في لحظات صعبة ولا جاهزة له طوالي ماسكة ورقك وقلمك وحاجاتك؟ والله هو الشعر بفرض حضوره ما بإيدك يعني. أنا ممكن يكون كم شهر ما أكتب، لكن بيجي زمن يمكن الناس اللصيقين زي في المكتب يعني أكثر، عادي بالجنان قاعدة في البارك بكتب، لحظة نزول النص ده يعني أنت بتتجلى فيه. لو أنا ما كتبت في اللحظة دي ثاني ما في نص بتكتب عادي، ممكن نص الليل أفتح النور وقعد أكتب. فمن هنا بتجي فكرة إنه النص هو اللي بيكون حضور أكثر من إنك ولا تكتب. ولا تسلسة طوالي بيجي معاك، ولا النص ممكن يقعد معاك يوم يومين تعدل فيه وكده؟ في نص بيجيف وبيكتمل بعد فترة، وفي نص بيجي لكن الشيء ما بيجي بأنه مرتب يعني، بعد كتب النص بعدك بترتب ممكن يترتب تحس بأنه دي بدايته دي نهايته كده. فأنت يعني ما بإيدك تكتب 200 أو حتكتب 200 أو الليل حكتب أو لا. وأنا دايرة مثلا دايما ده الطبيعي بتاعي، وأنا ماشي الشغل بيكون عندي نوتة حكتب 200 ما معروف يعني، دايما يكون عامل حالة الطوارئ. فالكتابة هي بضفرة حضورة ما معروفة 200 وزمانة وكده، فمتى ما جات لحل مكتب يعني. حبابة رأيك شنو تسمعينا؟ أسمع ما فارقة معي. نسمع نقول الخلقك رزقك لا شك، والمبانيك ما عنده غراشات تدكة، والدارك بستلزز نارك بتفانى معك تحت العكة، والسندك ساعة مشوارك أبقاله عصا عشان يتوكى، وقال لك بايع ومستغني خلي لي يرحل الله المغني، قول له ما بخسر فيك فكة، عيش واحسبها صح الفايت يفوته دي السكة، قول له عايشين بيك والأولاد خليها دوام ما فارقة معاك، أنا ذاتي كمان ما فارقة معاي، تجميع الدنيا وتضريبة نحسب بكرة نسيبة، عندي الإجحاف ومصيبة وأنا ما بسكت من قلبي لكن فوق راي وما فارقة معاي، السيد الله سابني وقفة وجاحت كل وقفاتي معه سحبة حفة، والعنده وهم تهميش الناس أنا فهمي معاو يتغرب العمد ويتصفى، والدم ما أسأله برر لي تلحات السقط ويتدفى، واللي يتفنن في الخزلان يوم أنا خطيته برف كفة، والأنا أهديته عبير ندى ساعة زهري جواه جفة، والعاز جواي حداس بس ما سواي ما فارقة معاي، القالوا كثير من ورا ظهري والعين بس بتشوف الشوك أنا ساعة تفتح بي زهري، أجاب الغيبة وراي سرا بالخير بطراهم في جهري، وفيه خصال الغير والغال والظن بالسوء وسواس قهري، والعنت سنام وبر وبراه وسنام وثمالة كان من نهري، والجن وعود وعطاه محدود ده بصنف ولي زور الحجاي ما فارقة معاي، السابني وفات من دون أسباب والأنا أديته براح جواي لكن مدعم تسد الباب، والأنا جمحت الريت شانه وطرحت حزاني من أحزانه، وطلع راسي ما عنده حساب ما أقصد لي في ميزانه، الكام في صدقه معاي كذاب والمشعنية والفاكر واقف على الدنيا، والتايف في جواه بكوس والعاش مهووس، والأنا ببقاله ميرك للهم جازاني وقام هداني السوس، والشال حالي وفالي ومالي وتشاءم بي وقال منحوس، واللقع عهدي وزهدي ووعدي وقال لسه فتش لي المتسوس، ضل مفترض ناسا ونساي ما فارقة معاي والفرق معاي وأنا فرقة ولا بتنسى تشيره، دي البعمل واي صدق القوة وأنا بعنيله،
دي بتاخو عشان يكد ضليت. أنا ذاتي كمان قلت قليلهم دير يدفان وكانوا وكانوا وجاب كدري ما بلقى صفاي ما فرق معي وما زين تفرق طالما سمع الله بحيه وشمس صباح تشيع جواي تشرك طالما الأعمار بإيد الله القلب ينقصنا ليجي يسرق وطالما الأرزاق بإيد الله القلب يقلعنا ليجي يخرج العنده الجنة ليمنعنا والعنده النار ليجي يحرق فايتين فايتين راحلين ميتين جدوى أسفاي ما فرق معي. جميلة والله أسلام شديد في الصميم في وقتها زي ما قلنا جميل جدا. خلينا نرجع لك برضو لجانب مهم جدا وأهم المشاركات الأدبية على مستوى المنتديات والمسابقات وأيضا أهم الجوائز. والله المنتديات يمكن قلت شوية الفترة دي يعني، لكن أنا عضو اتحاد الأدباء الكتاب السودانيين، مشاركة بصفة رسمية في منتدى حسن الزبير، شاركت كثير في المنتديات البرة، فقعد نكون حضور يعني في المنتديات. يمكن المسابقات كنت في سحر الغوافي من الناس تأهلوا لآخر مرحلة لكن ما اتستا، لكن منتديات قاعد امشي كثير وحضور بين المنتديات. طيب عندك نصوص مغنى او ستغنى؟ والله نصوص مغنى غنى لي هلاليه زي اربع اغاني، وفي ثاني تاج السير بشير برضو غنى لي، ففي حاجات ثانيه ان شاء الله حضر النور قريب. لا دين الجديد ان شاء الله الحاجات الحمر النور تعاملات مع منو كده الجديد والله في، لكن نحن ما حنفصل عنها خلاها لهم في زمان مفاجاه يعني الدين ولو جزء بسيط يعني مع منو من الفنانين. والله في تاج السر فراقك لي عادي، تاج السر بشير حيشتغلها قريب، في اشتغل تصير هلالية كان آخر نصلي وآخر أغنية ما راجع منك رد آخرك وأول أكدي الغناء منتصر، فتعرف حاجات تانية لسه النص الغنائي نقول النيل النار. نعم بتكتبوه أنت قاص زي أنه ده نص غنائي ولا بعد كده بيقراوش للمطرب أو الملحن وبيقول لك أنا عايز النص الغنائي يعني تكون مفردته وسلسة وبسيطة وسهل الوصول يعني. نعم يعني ما بتقدر تستعمل فيه الكلمات اللي ما بتتلحن، في كلام تقيل ما بتلحن، فانت انت بتكون مفصل انه نص غنائي، لكن بعد ذاك بتحس بانه ممكن يتغنى عادي يعني. ولو انه انا ضد الفكره قاعد اقول انه اي نص بتغنى يعني، في كثير شعر ثقيل يتغنى يعني، لكن هسه احنا في الزمن هسه ده بقول لك المفرد الخفيف الشنو قاعد لك قصيده لك نفسك تتغنى؟ قصيده ليش نفسي تتغنى؟ ما عندي اكثر من كده. دي النص اسمه ما عندي اكثر من كده. هايتو أنا ما أعرفه لكن ما فارقة معاي وما عندي لك أكثر من كده كده خلينا نسمع عليكم محمد، خلينا نسمع نشوف بعد ما فارقة معاي ده وما عندي لك أكثر من كده أنا طبعا عندي مشكلة في الذاكرة، لكن حنقول هي فكرة يعني أو جزء منها. أديتك الحب والحنان وشكلت لك مأوى وأمان ورمت ظماك الأوردة وما عندي أكثر من كده. النص طويل جدا وما في الله يعني حتى في النص انت ما عندك اكثر من كده الاغنيه شنو انا ما عارفه، لكن حسب ما اتفقنا عليه انه الحاجات حسب الاغنيه بتاعت ما فارقه معي دي او ما فارق معي ممكن تتغنى. ممكن تتغنى، انا ما عندي، انا ما قاعد استغرب اقول لك انه ده نص غنائي او نص تفصيل النصوص بغنائي. اي شيء ممكن يتغنى يعني، اي حاجه مغفيه موزونه كده تتغنى يعني، بس هي ما يمكن ما لقت فرصتها في الغناء وفي اللحن وكده. فانا ما ضد فكره انه ده نص غنائي او ده نص الا يكون نثر ما بيتغنى ولا كده يعني. فاي حاجه مغفيه وموزونه بتتغنى بعد. طيب زمان كان بيقول انه اجمل الشعر اكذبه، هل الآن الآية اتعكست وبقى أجمل الشعر أصدقه، خاصة مع التجارب الحياتية الكثيرة اللي بقينا نعيشها في الفترة الأخيرة، سواء كان للشاعر نفسه أو توثيق لمشاهد حياتية شافها لناس قريبين له، قصص هو ما عاشها بنفسه لكن عاشها من خلال ناس عاشوها قدام. أنا والله ما قاعد أصدق المقولة دي من خلال تجربتي أنا مع الشعر، ما قاعد أصدق المقولة دي لأنه الحاجة ما لمتها بشكل ما بتقدر تكتب فيها. يعني أنا بلاقوني ناس بقول لي اكتب لي في الموضوع الفلاني أو اكتبي فيني شعر، أنا ما بعرفك يعني أنا شنو، أنا ما ترزي عشان أفصل. فأنا ضد الفكرة، قاعد أقول إنه يعني ال 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 الشعر دائما بيجي بعد ما يهبشك جوا الموضوع، يهبشك جوا ولاقي صدى جواك،
فبتجي بيجي النص بيجي ميلاد النص متى ما معروف. ممكن دي انا عن تجربه عندي يعني مرات كثير بكون عندي موضوع يعني كده حايم في راسي, فبيجي الزمن بلقى روحي انا قادره اكتب عنه. لكن تقوم تقول لي ساكتب الشعر في كده هو كذب, اكتب لي حاجه من راسي. ما حصل لك موقف مره ومشاعري غلبتك غلبك تكتبي فيه؟ يلا في الحتة زي دي بيكون مثلا الموضوع في راسي معلق, أو هي بتكون بداية نص ممكن يسي لو راجحت تلفوني بتلقى عندنا نصوص كثيرة في النوتة بتاعتي خدتها يعني كده بدايات دي كثيرة يعني. فيمكن كان نسي قبلي الكلام ده الأسبوع الفات, وأنا في المكتب جات فكرة نص. بعد مرات النص بيكون مع يعني بيجيك فكرة بتاعت نص. نعم. فأنا في المكتب كتبت يمكن ده يمكن أحدث نص يعني. فكتبت ما تستغرب لما الطعنة تجيك من زولا في حزبانك كان الأقرب. طبع الوردة بيجد طبع الورد بجود بين داهو يبقى السم من جود العقرب. ما تستغرب والنص محفوظ السي ما معروف يطلع 200 يتممتين ده لازم يطلع. لازم ده لازم وضروري جدا. ده مفروض خلال يوم واحد يطلع. قلت لك اديها بس القصه بتاعتك. طيب حصل يعني معروف ان الايام دي مع السوشيال ميديا ومع صفحات الفيسبوك المنتشره ومع كل هذه التفاصيل عادي ممكن تلقي قصيده لك مكتوبه او ما مشار لك فيها او كل التفاصيل دي يعني مثلا او باسم شخص اخر. تعرضت للموقف ده لقيت قصايدك حايمه كده وما مشار لك فيها؟ والله يعني انا قاعد اقول انه نحن لما نكتب شعر هو ملك المتلقي مع حفظ حق الادب يعني. يعني وانا مثلا الصباح طالع مثلا الشغل كثير قاعد اسمع النص بتاعي بتاع صباحات الله بخيره بسمع في الاذاعه مثلا. لكن بيقوموا هناك بيحفظوا حق الادب كزول كاتبه انه بحيوني امتصال عبد الله صعبه النص كده. فانا ما عندي ما في غضاضة في الموضوع انك يعني تقرا لي. لكن وما في ما عندي مشكله انك تنشر لي بس احفظ لي حق الادبي. فانت بتقدر تعمل كنترول على حاجاتك كلها. لكن انت زول متلقي اكتب واكتب من انتصار عبد الله وما مشكله لو ما كتبت. لكن تبقى المشكله لما تبقى شاعر وتنقل حاجه زول ومتوسغ لي بتبقى الطرح حق منو معروف. فهنا حصل لك الموقف ده؟ حصل. كان في النصب هي مرابيع بتاعت أهلي. أنا كاتبة بتعني أهلي بتعني منطقتي. كاتبة لأهلي في منطقة شندي وتفاجأت بأنها هي بتقرأ زول غيري بأدائه وبطريقته وما عجبتني الطريقة الفكرة أصلا. وبعدين أنا ما بتربطني بأي صلة حتى لو يعني أصدقاء في السوشيال ميديا أكيد إحنا ما أصدقاء ولا بتربطني برابط ما في صلة ما في صلة. فقمت كتبت إنه دي منه يعني بتكتب في بتقرأ في حياتي دي منه. فجاتني 5 فيديوهات تانية نفس النص نفس المرابيع ونفس الشخصية بتقرأ في حياتي. فده أنا بعتبره هي سرقة أدبية. السرقة دي بغض النظر عن الفكرة شنو لكن هي سرقة أدبية. طبعا الحاجه زي دي انا قاعده اوثق دائما حاجاتي في المصنفات. عندي دواوين كثير موثقه فرجعنا المصنفات وكانت في محكمه بيناتنا وممكن الناس انتهت قريب يعني حكموا لي والحكم كان في تعويض وفي تعهد انها ما تقرا الحاجه دي. فتبقى مشكله لما انت تكون شاعر يعني انت كشاعر المفروض تحفظ الشاعر الحقيقي ما بيسرق. انت كشاعر المفروض تحفظ صح. حق الزول لو يعني كان قالت امتثال قالت كان بتحفظ حقي لكن هي بتقرا حاجات ثانيه. صحيح اكيد. استاذ عبد الله سعدني جدا والله بوجودك معنا اليوم واستمتعنا بهذه القصائد الجميله. اتمنى لك التوفيق ونسمع عنك دائما كل جديد خير. وكل جميل سواء كان من دواوين شعريه او من قصائد مغنى. شرفتينا ونورتينا في قناه البلد. شكرا لكم وسعدت بكم خالص. شكرا لكم كثير. شكرا جميله. اكيد حنكون متواصلين معاكم ولكن بعد الفاصل.